خلال لقاء على هامش مشاركتهما في مؤتمر ميونخ للأمن بألمانيا، أكد كل من وزير الخارجية المصري سامح شكري، وزير الخارجية ووزير الخارجية الكويتي عبد الله علي اليحيى على مواصلة التنسيق الثنائي بين البلدين لوقف الاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في غزة وتحقيق وقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل للأشقاء الفلسطينيين في القطاع. كما شدد الوزيران على الرفض الكامل لأي محاولات ومخططات للتهجير القسري ضد الفلسطينيين من أراضيهم. وقد جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية المصرية.